موضوعنا يا جماعه كرانيال نيرفس، واحنا بنتكلم في الهيستوري جينا عند جزئيه الكرانيال نيرفس وقلنا مؤجله، واحنا بنتكلم في الاكزامينيشن جينا برضو عند جزئيه الكرانيال نيرفس وقلنا عليها مؤجله. فالنهارده يوم المؤجلات بقى. بدايه احنا عندنا 12 كرانيال نيرفس. الكرانيال نيرفس دي بتاخد اوريجين من البرين ستيم. لو ادي البرين ستيم عباره عن ميد برين وبونز ومظله اوبلونجات اهو، ها ميد برين بونز ومظله اوبلونجات، بنلاقي ان الكرانيال نيرف رقم 3 و4 دول بيطلعوا من الميد برين، 5 و6 و7 دول بيطلعوا من البونز، 9 و10 و11 و12 دول بيطلعوا من المظله اوبلونجات. 3 و4 من الميد برين، 5 و6 و7 من البونز، 5 اول واحد بيطلع من البونز دي مهمه، 9 و10 و11 و12 بيطلعوا من المظله اوبلونجات. امال يا دكتور فين 1 و2 و8؟ ما جبناش سيرتهم ليه؟ 1 و2 و8 دول بيورلي سنسوري كرانيال نيرفس. بيور سنسوري يعني ايه؟ يعني بيشيلوا احساس، يعني ليس لهم موتور فانكشن. ببساطه كده يا اولاد، يعني اصلا 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 النيوكلياي دي هي الموتور نيوكلياي، يبقى الكرانيال نيرف اللي ليه موتور فانكشن بيكون ليه موتور نيوكلياس موجوده هنا. اما الكرانيال نيرف اللي ملوش اصلا موتور فانكشن مش هتلاقي ليه موتور نيوكلياس موجوده هنا. يبقى هي الفكره كلها 1 و2 و8 دول بيور سنسوري كرانيال نيرفس، بيجوا من الريسبتورز بتاعتهم ويوصلوا لسبيشال ارياز معينه في السيريبرال كورتكس. بمعنى ايه؟ 1 اولفاكتوري، 2 اوبتيك، 8 فيستيبلو كوكلير. 1 2 8 دول جايين من الريسبتورز بتاعتهم ويفضلوا ماشيين لغايه لما يوصلوا لسبيشال ارياز في السيريبرال كورتكس، ليس لهم علاقه اصلا بالبرين ستيم. اصلا 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 ما لهمش اي علاقه يا ولاد بالبرين ستيم بالمره، اصلا ما فيهمش موتور فانكشن. اقول لكم حاجه، 1 و2 و8 لا تنطبق عليهم نظريه الابر موتور واللور موتور، مش حاجه اسمها كده. 1 و2 و8 دول سنسوري. يعني مثلا واحد يقول لك ايه، واحد خد خبطه في عينيه وجبنا له الاوبتيك نيرف، حصل عنده دامج للاوبتيك نيرف، هل الاوبتيك نيرف دامج ده يتصنف ابر موتور نيرون ليجن ولا لور موتور نيرون ليجن؟ اقول لك لا، بطل هبل، هذا اوبتيك، ده رقم 2، ده بيور سنسوري، هو سنسوري مفيش موتور، لا نقول عليه ابر موتور ولا نقول عليه لور موتور. يبقى 1 و2 و8 دول بيور سنسوري كرانيال نيرفس. زي ما في بيور سنسوري في برضه بيورلي موتور، والبيورلي موتور كرانيال نيرفس المشهورين جدا 3 و4 و6 بتوع العين، 3 و4 و6 بتوع العين. في مثلا الهايبوجلوسال بتاع اللسان، ده بيكون بيورلي موتور. في بقى كرانيال نيرفس ميكسد. لما نقول ميكسد كرانيال نيرف يعني يبقى ليه وظائف موتور وليه وظائف سنسوري. اشهر اثنين تظهر فيهم ان هم موتور وسنسوري ميكسد كرانيال نيرفس، اشهر اثنين يظهر فيهم كده هم 5 و7، بيكونوا ميكسد كرانيال نيرفس. يبقى الميكسد كرانيال نيرفس هم 5 و7 لان بيكون فيهم موتور وسنسوري. يعني التقسيمه في بيور سنسوري، في بيور موتور، في ميكسد كرانيال نيرفس. برضه يا اولاد من الحاجات اللي تعرفها كده في الانترودكشن، 9 و10 و11 و12 طالعين من المظله الاوبلونجاتا، والمظله الاوبلونجاتا دي باللاتيني اسمها بلب. فدول اللي طالعين من المظله الاوبلونجاتا اسمهم ايه؟ اسمهم بلبر كرانيال نيرفس. يبقى البلبر كرانيال نيرفس هم اللي طالعين من الايه؟ من احنا قلنا في حصه قبل كده ان كلمه بلب يعني مظله اوبلونجاتا، فلما اقول بلبر كرانيال نيرفس يبقى 9 و10 و11 و12 على اخر المحاضره كده هقول لك كلمه اسمها ايه؟ بلبر بولسي. لما نقول كلمه بلبر بولسي انا بقصد بيها ان انا عندي مشكله في 9 و10 و11 و12، يبقى اسمها بلبر بولسي، حصل افكشن على مستوى المظله اوبلونجات. اهم لقطه يا اولاد وركزوا عشان دي عليها الاساس بتاعنا كله. الكرانيال نيرفز دول موجودين في البرين ستيم اندر كنترول اوف بيراميدال تراكت. البيراميدال نازل يمين ونازل شمال اهو، عندي اثنين بيراميدال. النيوكلياي دي اندر كنترول اوف بيراميدال تراكتس فروم بوث سايدز. يعني بص يا دكتور، دي النيوكلياس بتاعت رقم 3 اليمين بتاخد من البيراميدال اليمين وبتاخد من البيراميدال الشمال، ودي النيوكلياس الشمال بتاخد من البيراميدال الشمال وبرده من البيراميدال اليمين. انا مش عارف الكلام كده عاجبكم ولا ايه. لما اقول لك ان كل نيوكلياس ليها دبل بيراميدال، يعني ليها اثنين، بتاخد من البيراميدال اللي في ناحيتها والبيراميدال اللي في الناحيه الثانيه. ده بالنسبه لكم حاجه حلوه ولا وحشه؟
طبعا حاجه حلوه جدا. ليه؟ عشان لو البرام ده حصل له افكشن في ناحيه انا ما عنديش مشكله، الناحيه الثانيه بتعوض زي الفل. All cranial nervous nuclei are bilaterally supplied by pyramidal except. مشكلتي في except مين يا اولاد الاكسبشنز بتوعنا؟ lower facial nucleus و hypoglossal which are supplied from the opposite side only. اسمع القاعده كده وتمزج. All cranial nervous nuclei are bilaterally supplied by pyramidal tract except lower facial and the hypoglossal which are supplied from the opposite side only. استفدنا ايه؟ استفدنا مثلا يعني انا ضربت البيراميدال للشمال هنا هيحصل هيميبليجيا في الناحيه اليمين، مش وقت الهيميبليجيا، بس انا ضربت البيراميدال للشمال كل الكرينيال نيرفس على الناحيتين ما عندهاش مشكله انها واخده من الناحيه الثانيه الا اللور فيشيال على اليمين والهايبوجلوسال على اليمين، ما هم بياخدوا اصلا من الناحيه الشمال. يعني لو انا ضربت البيراميدال هنا اصبح عندي هيميبليجيا في الناحيه اليمين، ضربت البيراميدال الشمال اصبح عندي هيميبليجيا في الناحيه اليمين، واصبح معايا ربع الوش كده لور فيشيال، واصبح معايا لساني عامل كده. ها رايح للناحيه العيانه، فاهمني ولا لا؟ اشمعنى يا دكتور 7 و12 هم اللي بيتاثروا في حالات الهيميبليجيا الكتير اللي بنشوف اصلا اكتر حالات النيورولوجي هيميبليجيا يا اولاد؟ اشمعنى 7 و12؟ 7 و12 12 و7 اشمعنى؟ لان دول اصلا يونيلاترالي سبلايد فروم بيراميدال. قوم لما البيراميدال بيتضرب في ناحيه الناحيه الثانيه ما بتعوضش، هو بياخد من ناحيه واحده، يبقى انا لو ضربت البيراميدال الشمال هيحصل هيميبليجيا يمين، وهيحصل لور فيشيال وهايبوجلوسال برضه في الناحيه اليمين، ودي سر اهميتهم. باقي بقى الكرينيال نيرفس ما عندهمش القصه دي خالص، لان هم بايلاترال سبلايد باي بيراميدال يا اولاد. يعني مثلا ما فيش حاجه اسمها ايه اصل البيراميدال الشمال اتضرب فالاوكيولوموتور اليمين مش لا مش حاجه اسمها كده اصلا. لو البيراميدال الشمال اتضرب ها الاوكيولوموتور جاي له من اليمين عادي، مش هيحصل فيه اي مشكله لا في الناحيه دي ولا في الناحيه الثانيه. عشان كده عايز اقول حاجه، اي كرينيال نيرف بايلاترال سبلايد باي بيراميدال لو حصل فيه يونيلاترال ليجن لازم يكون لور موتور نيرون ليجن. اي كرينيال نيرف يا اولاد بايلاترال سبلايد باي بيراميدال يحصل فيه يونيلاترال ليجن في ناحيه واحده يبقى لازم يكون لور موتور. يعني مثلا واحد جاله اوكيولو موتور يمين، فانا بسالكم واحد عنده مشكله في الاوكيولو موتور اليمين يا اولاد، اوكيولو موتور وعينه فيها توزس كده، فده الاوكيولو موتور اتضرب في الناحيه اليمين، فانا بسالكم ده ابر موتور ولا لور موتور؟ ابر ولا لور؟ تقول لا لور موتور، ما ينفعش اصلا يبقى ابر. اقول لك مجاز الابر اتضرب يا ابني، هو لو اتضرب في ناحيه الناحيه الثانيه بتعوض. واحد جاله ترايجمنا اليمين، خلاص يبقى ترايجمنا اللي اتضرب لور موتور هنا. يبقى الفكره كلها طالما الكرينيال نيرف بايلاترال سبلايد باي بيراميدال لو حصل فيه يونيلاترال ليجن لابد ان يكون لور موتور نيرون ليجن. مش عايزه كلام، يا رب يكون الكلام واضح. طيب دي الانترودكشن، وعلى فكره دي اهم لقطه اصلا. هنبدا بقى نمشي كده في الكرينيال نيرفز واحد واحد، نشوف ازاي بنسال عليه هيستوري ونعمل له اكزامينشن، وبرضه هقول لكم اهميه هذا الكرينيال نيرف اذا كان بيتسال ولا لا. وان شاء الله في اخر يعني المحاضره بتاعه النهارده وبكره في اخرهم في فيديو كده تقريبا 7 او 8 دقائق انا عاملهم على عيان، بحيث ان انا بفحص لكم في الكرينيال نيرف قدام حضراتكم. وان شاء الله في حصص الكلينيكال كل حصه كلينيكال في النيورولوجي هتلاقي فيه عيان قاعد عشان نعمل عليه، كل واحد منكم بيعمل فول كرينيال نيرف. الاول بتاخد منك وقت، بعد كده الوقت يقل يقل لغايه لما تبقى كلام بقى في اللاوعي وبتعملها بسهوله، الموضوع مش صعب. واحد اولفاكتوري درجه اهميته مش مهم، قليل الاهميه، مش بيتسال كتير. السؤال بتاعه ده بتاع الشم، فانا بسال المريض حاسه الشم عندك اتغيرت؟ لو قال لك لا خلاص مفيش مشكله، لو قال لك حاسه الشم عندي اتغيرت، فقد حاسه الشم يا اولاد اسمه انوزميا، فقد حاسه الشم اسمه انوزميا. لو جالك عشان تفحصه وانت بتعمل اكزامينيشن بتجيب حاجه في ايدك كده فيها صفتين فاميليال ونوت ايريتنت وتخليه يغمض عينيه، وبعدين تقرب منه كده تخبي الحاجه تقفل واحده من النوسترز تقول له شامم ايه، يقول لك بن مثلا، ناحيه ثانيه شامم ايه، نعناع مثلا، ناحيه بن وناحيه نعناع. يا اولاد لو واحد ما بيشمش اسمها انوزميا، قد تكون يونيلاترال او بايلاترال. لو واحد ما بيشمش اصلا الفحص بتاعي لازم يكون ماده فاميليال اي حد في الدنيا عارفها، نوت ايريتنت، نوت ايريتنت عشان ما تعملش هيجان للمنطقه دي. ما هو لو فلفل شطه هيهيج الحته دي، لو الحته دي حصل فيها هيجان خلاص ده ترايجمنال، انا مش عايز، انا عايز فيشل مش عايز ترايجمنال. يبقى فاميليال اي حد عارفها، نوت ايريتنت
عشان ما تعملش اريتيشن للترايجمنال، واخليه يغمض عينيه عشان ما يشوفهاش، واجيبها معايا كده واقول له شامم ايه بن، شامم ايه نعناع. دايما جرت العاده نستخدم بن ونستخدم نعناع. انت حتى في الامتحان يبقى معاك كده كيس بن وكيس نعناع صغير وبتخبيهم من العيان، تقول له غمض عينيك، تقفل دي لوحدها ودي لوحدها. لو المريض فقد حاسه الشم قد يكون فقدها في ناحيه واحده او في الناحيتين. بص يا ولد، ايهما اخطر، يونيلاترال انوزميا ولا بايلاترال انوزميا؟ مين الاخطر، يونيلاترال ولا بايلاترال؟ اليونيلاترال انوزميا اخطر من البايلاترال انوزميا حتى لو كان عنده كورونا. عارفين كوفيد 19 من العلامات بتاعته ان هو ايه؟ اصلا الكومن كولد الانفلونزا اصلا، ما هي ممكن تعمل اتروفيك راينيتس ويحصل معايا انوزميا. فتره وهترجع تاني. البايلاترال انوزميا احنا كدكاتره نيورولوجي، انا دلوقتي بشرح لك نيورولوجي فاحنا عايشين دور النيورولوجي بقى. كدكتور نيورولوجي لما يجي حد عنده بايلاترال انوزميا اقول له مين؟ روح لدكتور انف واذن، مش سكتنا. ها اتروفيك راينيتس بقى، هيستيريكال اللي هو ما بيشمش، كونجنيتال اللي ما بيشمش، مالناش دعوه طالما بايلاترال. اما اليونيلاترال انوزميا احذر احذر. اليونيلاترال انا يا دكتور مش شامم في الناحيه اليمين، قد يكون في فراكشر بيز اوف ذا سكال وهبشت الاولفاكتوري اليمين، قد يكون بيزل مننجايتس وخدت الناحيه اليمين، قد يكون تيومر، حاجه اسمها فوستر كينيدي سندروم، قد يكون تيومر وضاغط على الناحيه اليمين. انتوا عارفين يا اولاد سيمبلي كده، ها لو دي النوز اهي وهنا في دخلنا كده الاحساس بتاعنا، هنا في الريسبتورز بتاعت الاولفاكتوري كده، فانت شميت كده بتجمع في حاجه اسمها اولفاكتوري بال، بعدين يمشي عشان يروح لمكانه. هنا في العين فجاي من هنا الاوبتيك كمان، يبقى دوت رقم واحد ده رقم اثنين، هما جنب بعض. لو انا عندي تيومر انا عامله بالعلامه الحمراء، في تيومر في الحته دي، ها في تيومر في هذا المكان. التيومر ده هيعمل حاجتين، ضغط على حاجتين، ضغط على الاولفاكتوري وضغط على الاوبتيك، وفي نفس الوقت التيومر ده عمل انكريزنج اوف انترا كرانيال تنشن، زود الانترا كرانيال بريشر. وصفها فوستر كينيدي، قال لك فوستر كينيدي سندروم يعني تيومر اوف اولفاكتوري بال بريزنتد بثلاثه اشياء، وشاطر فهمني، ابسي لاترال انوزميا يعني نفس الناحيه المصابه هو مش بيشم فيها، ابسي لاترال نفس الناحيه، ابسي لاترال اوبتيك اتروفي. ما هو انا ضغطت على الاوبتيك نيرف كونترا لاترال بابليديما، حصل بابليديما الناحيه الثانيه عشان زياده الانترا كرينيال تنشن. اصبح السندروم عباره عن ثلاث حاجات، نفس الناحيه ابسي لاترال انوزميا، ابسي لاترال اوبتيك اتروفي، كونترا لاترال بابليديما. تقول لي مش البابليديما ده لازم يحصل في العينتين؟ ايوه لازم يحصل في العينتين، بس في عين حصل فيها اتروفي لا يجتمعان، اتروفي بابليديما. دكاتره يعني ايه فوستر بالراحه، اتكلم بالراحه، يعني ايه فوستر كينيدي سندروم؟ يعني تيومر اوف اولفاكتوري بالب كاركترايزد بايه؟ تراياد، ثلاث اشياء، ابسي لاترال انوزميا، ابسي لاترال اوبتيك اتروفي، كونترا لاترال بابليديما. يبقى ده سندروم على بعضه، اي ان اليونيلاترال انوزميا مي بي تروماتيك، مي بي انفلاماتوري، مي بي نيوبلاستيك، عشان كده هي اخطر. عموما لو جت هنا ام سي كيو بس ولا حاجه، الفوستر كينيدي سندروم اذروايز ملهاش دور جامد قوي. نمرة اتنين اسمه اوبتيك، درجة أهميته متوسط الأهمية. الاوبتيك نيرف يا أولاد مسؤول عن ثلاثة أشياء، مسؤول عن حاجة اسمها acuity of vision حدة الإبصار، ومسؤول عن حاجة اسمها color division، ومسؤول عن حاجة اسمها field of vision. عايز أسأل عن الاكيوتي وعن الكالر وعن الفيلد، وعايز أفحصهم، أسأل عليهم وأفحصهم، وبعد كده عايز أعمل reflexes إذا كان في reflexes related لهذا الموضوع. هسأل عن الاكيوتي of vision أقول له هل نظرك ضعف؟ هسأل عن الكالر ديفيجن اقول له بتشوف الالوان كويس؟ هسأل عن الفيلد اوف فيجن بقول له انت ماشي بتخبط في الناس والعواميد؟ بص يا ولاد انا دلوقتي انا باصص للكاميرا هنا، بس صدقوني انا شايف الشباك وشايف التلفزيون وشايف الكشاف بتاع النور وشايف السيراميك تحت وشايف السير قدامي، شايف كل المجال ده اسمه مجال الابصار. انا باصص كده بس انا شايف كل ده، وانت سايق العربيه، انت راكب العربيه وماشي كده العربيه، انت باصص قدامك لكن شايف الاتجاهات، يبقى ده اسمه مجال الابصار بتاعك. يبقى انا بسال عن الاكيوتي اوف فيجن هل نظرك ضعف؟ الكالر ديفيجن بتشوف الالوان كويس؟ الفيلد اوف فيجن وانت ماشي بتخبط في الناس والعواميد؟ دول الاسئله. انتوا عارفين لو واحد عنده بس مشكله في الفيلد اوف فيجن مثلا كانه شايف تيوبولار فيجن كده، او مثلا واحد مش شايف الجنبين دول الحتتين دول، ده بيمشي يا اولاد يخبط في الناس او يمشي مروش، هو مش شايف كده فتلاقيه عمال يعمل ايه؟ بص كده بحيث ان هو ياخد المجال كله.
او يمشي يقعد يخبط. انتوا عارفين بالظبط كده التيوبولار فيجن ده اللي هو مش شايف الجنبين دول كده وشايف زي ما يكون بص من تيوب بس. على فكره يعني انت عايز تشوف اشهر اكزامبل لكده البنات اللي بيسوقوا عربيات. شوف بنت كده شوف بنت وهي سايقه العربيه هتلاقي البنت ايه ماسكه الدريكسيون كده ومركزه هي شايفه قدام بس مرايات مين واشارات مين يا عم كويس انها سايقه واخدين بالكم. ها فبالتالي ها ده اسمه تيوبلر فيجن. فهي ماشي عماله تروش يمين وشمال يعني. ها فده اسمه ها ديفكت في ها الفيلد اوف فيجن. هفحص الاكيتي اوف فيجن بطريقه بدائيه جدا. ايه الطريقه البدائيه دي؟ هرجع على بعد 6 متر واخليه يخبي عينه. دول كام؟ شاف 6 متر خلاص ما شافش 5 4 3 2 1 نص متر ما شافش 30 سم اعمل له هاند موفمنت. شايف ايدي؟ لو شاف اوكي ما شافش اعمل له برسبشن اوف لايت. ما شافش يبقى نو بي ال يعني بلايند. يتعمل في العين اليمين وفي العين الشمال. ما عندناش احنا التشارت بتاع الرمد ولا الكلام ده. الكالر ديفيجن ما عندناش برضه في حاجه اسمها شهاره تشارت بتاع الكالر. تلاقي مجموعه الوان داخله في بعضها كده وارقام او حروف يتعرف عليها. احنا ما عندناش الكلام ده. فاحنا بنكتفي بس ان احنا نقول له طب اللون ده ايه؟ ها طب انا لابس لون ايه؟ طب القلم بتاع السبوره ده لونه ايه؟ يقول لك ده لون احمر، لا ده لون ايه؟ ده لون ازرق، ده لون اصفر، ها ده لون مش عارف اخضر، بس ابعد عن الابيض والاسود. ليه؟ لان اللي عنده عمى الوان، اللي عنده عمى الوان اصلا، اللي عنده اصلا يا اولاد عمى الوان، ها بيكون مش شايف هو غير ابيض واسود بس. يعني مثلا تقول له طب القميص ده لونه ايه؟ طبعا هو غامق، فانت نقي حد لابس حاجه حمراء، حاجه صفراء، فاهمني ولا لا كده؟ حاجه يبقى لون فاقع. الفيلد اوف فيجن بعمل حاجه اسمها كونفرونتيشن تيست. كونفرونتيشن تيست اختبار المواجهه. يجلس الطبيب والمريض مواجهه فيس تو فيس على نفس المستوى. يعني مثلا العيان قاعد على السرير فانت قاعد قدامه، تقعد قدامه مثلا كرسي وكرسي او نقف قدام بعض في نفس الليفل. قصر نفسك شويه، طول نفسك شويه، بحيث ان احنا نبقى نفس المستوى. ما حدش يبقى اصلا هقارن حاجتين بعض، لازم الايه المساواه. ما ينفعش كده يا اولاد، ما ينفعش كده، لازم الاثنين في نفس الليفل مواجهه. المسافة اللي بينهم من 60 ل 100 سنتي، من 60 إلى 100 سنتي المسافة اللي بينهم. إذا كان الطبيب أو المريض من ذوي النظارات فليخلعها كل منهما. لو كان حد لابس نظارة لازم يلحق. فريم أوف جلاسز انترفير وذ فيلد أوف فيجن، لأن النظارة بتجمع. نمرة ثلاثة، يغطي الطبيب والمريض الأعين المتقابلة. أنا الدكتور وهو العيان فأنا خبيت عين الشمال يبقى هو يخبي عينه اليمين. يقول الطبيب للمريض شرط مهم جدا، يقول له العين في العين والنني في النني. ولما تشوف صباعي قول لي وطمني. العين في العين والنني في النني، النني البيوبل يعني، تأكيد تأكيد. وعلى فكره ده شرط مهم، ما ينفعش الدكتور بيقعد يعمل ازاي؟ انا مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، يقعد يعمل عينه كده، ما ينفعش، ما ينفعش يقعد يحرك راسه. لازم يبقى عين الدكتور ثابته، فالمريض باصص في عينه وفي عين المريض كمان ثابته. ولما تشوف صباعي قول لي وطمني، ده عشان القافيه بس، هي قول لي وخلاص. لما تشوف صباعي قول لي، يبدا الدكتور يحرك اصبعه السبابه في الاربع اتجاهات من الخارج الى الداخل. يعني هيجي الدكتور مره كده وهيجي من تحت كده وهيجي من بره كده وبعدين بص يعكس ايده كده الناحيه الثانيه اهو، هو يخبي كده العين، انا خبيت اليمين هو يخبي الشمال. هاجي مره كده وهاجي مره كده وهاجي مره كده وبعدين اعمل كده في الاربع اتجاهات الرئيسيه. طبعا لو فرضا يا اولاد يعني انت عارف هو مثلا العيان كشاف، تتاكد ان هو شاف ازاي؟ تقول طب لما تشوف صباعي قول لي. ها طب هو بيتحرك ولا ثابت؟ تقعد تحرك صباعك تتاكد يعني. طيب افرض العيان شاف من بره، تكمل النص ولا لا؟ شاف من فوق تكمل النص ولا لا؟ شاف من تحت تكمل النص ولا لا؟ الاجابه لازم اكمل النص، لازم اكمل. تقول لي طب ما هو شاف، اقول لك ماشي، افرض شاف ما شافش شاف، يعني في بلايند سبوت. لو كان عندي بلايند سبوت لا اخد بالي بقى، يبقى لازم اتاكد ان هو شايف كويس، فهاجي من بره لجوه في الاربع اتجاهات زي ما قلنا لحضراتكم. مشكله الكونفرونتيشن تيست انه بيعتمد على الدكتور. لو كان الدكتور عنده مشكله في الفيلد اوف فيجن يبقى هذا التيست بايس ملوش ريحه اللازم. عشان كده لازم الدكتور الفيلد بتاعه يبقى كويس يعني. الحاجه الثانيه يا اولاد، كل الطلبه اللي بتسمعني الله يبارك لكم، والله العظيم الموضوع ده قتل بحثا. اقول لكم بس حاجه صغيره لغايه لما اشرحها لكم بالتفصيل. البيتيوتري جلاند، البيتيوتري جلاند، بيتيوتري جلاند قاعده في حته اسمها سيلا تيرسيكا. معدي من عليها حاجه كده اسمها اوبتيك كايزما. الاوبتيك كايزما دي اللي بيحصل فيها نيزل ديكاستيشن، الفايبرز اللي معديه من النيزل هنا تعمل ديكاستيشن في الاوبتيك كايزما والبيتيوتري تحتهم. لا اللي مش عارف رمض يرجع بقى سنه رابعه وشوف رمض براحتك، انا مش هشرحها. هو انا هشرحها غصب عني كمان شويه، بس يعني قصدي افهمها دلوقتي ان في الاوبتيك كايزما هنا في ديكاستيشن. البيتيوتري لو كبرت، لو طلع منها تيومر يروح ضاغط على النيزل فايبرز. لما يضغط يا اولاد على النيزل فايبرز تروح مدمرها. فالعين ما يشوفش التمبورال فيلد كده، ما يشوفش المجال ده، يبقى اسمها باي تمبورال هيمي انوبيا.
باي تمبورال هيمي انوبيا. يعني ايه باي؟ الناحيتين. تمبورال ده اسمه تمبورال فيلد، هيمي انوبيا لان النزل اتضربت، النزل بتشوف التمبورال كوني ضربتها، فانا مش هشوف الجنبين دول، فاقوم انا عامل له الكونفرونتيشن تيست الاقيه مش شايف من الجنبين دول، يبقى عنده باي تمبورال هيمي انوبيا موست لايكلي بيتيوتري ادينوما او بيتيوتري تيومر. تيجي انت في الامتحان مش حاله نيورولوجي خالص ولكن حاله اندوكرينولوجي، تلاقي الدكتور بيقول لك ايه اكزامن بيتيوتري جلاند، تقول له اه يا دكتور اشوف الاكروميجاليك فيز بقى والهاند، يقول لك اكزامن بيتيوتري، تقول له قصدك يا دكتور الافكت بتاعها على الميتابوليزم، يقول لك اكزامن بيتيوتري جلاند، اعمل لوكال اكزامينيشن للبيتيوتري جلاند، هو الكونفرونتيشن تيست. يبقى اللوكال اكزامينيشن بتاع البيتيوتري جلاند هو مين؟ هو الكونفرونتيشن تيست. لما تفحص البيتيوتري هتعمل ايه؟ هتعمل كونفرونتيشن تيست. اكتب جنب كونفرونتيشن تيست، هيكتب جنبه كده سؤال اندوكراين اسمه اكزامين بيتيوتري، سؤال اندوكراين اسمه اكزامين بيتيوتري، لابد ان انا اعمل هذا الكونفرونتيشن تيست. نظرك ضعف واعمل كاونتنج فينجر وهاند موفمنت وبرسبشن اوف لايت، بتشوف الالوان كويس، طب اللون ده ايه؟ الفيلد اوف فيجن، انت ماشي بتخبط في الناس والعواميد، وبعد كده اعمل له كونفرونتيشن تيست. عندي تو ريفلكسز اسمهم لايت واكوموديشن، لايت واكوموديشن رايحين في اثنين وراجعين في ثلاثة، يعني الافرنت اوبتيك والافرنت بتاعهم اوكيولو موتور رايحين في اثنين وراجعين في ثلاثة. اللايت والاكوموديشن يا اولاد بنعملهم ازاي؟ اللايت بخلي عندي اضاءة هادية، وبعدين افصل العينتين عن بعض بايدي كده، واجيب التورش بتاعي من الجنب كده وامشي اسلطه على العين اليمين مثلا، وابص الاقي العين دي حصل فيها مايوزس اسمه دايركت مايوزس، والناحيه الثانيه حصل برضو مايوزس اندايركت او كونسنسوال، يبقى الاشاره راحت في اثنين ورجعت في ثلاثه. طب الاكوموديشن اخليه يبص على اي حاجه او على صباعي، ولكن مثلا القلم ده انتوا بصوا على عيني كلكم، بصوا على القلم ده يا علام بسيط اهو، ايه اللي حصل؟ بيحصل كونفرجن. وعلى فكره هو بيحصل مايوزس وبيزيد الريفراكتوري باور اوف اي لينز، بس اللي ظهر قدامك هو كلمه كونفرجن دي اللي واضحه، ده اسمه اكوموديشن ريفلكس. يبقى انا عندي لايت ريفلكس وعندي حاجه اسمها اكوموديشن ريفلكس. يلا بقى ارخم عليكم كده شويه، بس اعمل لكم حاجه ظريفه قوي هتحبوها يعني. بص ركزوا الحته دي رخمه شويتين، انا بقول اهو دي العين الشمال وده الاوبتيك نيرف، دي العين اليمين وده الاوبتيك نيرف اليمين، اتحادهم بيعمل حاجه اسمها اوبتيك كيازما، ثم يطلع من هنا حاجه اسمها اوبتيك تراكت، وهنا كمان اوبتيك تراكت، هنا كده في البرين ستيم، ودي السنترال كانال بتاعته اسمها ايكويداكت اوف سيلفس، وهنا يا اولاد في حاجه اسمها انترنال كبسوله هنعرف يعني ايه، ثم السيريبرال كورتكس. بالقلم الاحمر ده انا هستخدم قلم احمر بس، هعمل الباث واي بتاع اللايت اللي انا فصلت كده وصلت الاشاره. الاشاره مشيت ازاي؟ الاشاره مشيت كده يا اولاد، كده 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 لغايه الاوبتيك تراكت، ما وصلتش لهنا، هنا في حاجه اسمها لاترال جينيكليو بودي، لا ما وصلتلهاش، قبلها راحت نطه على البرين ستيم على الميد برين، راحت عامله ريلي في حته اسمها بريتكتال نيوكليس، وراح طالعه منها فايبرز ثانيه كده وفايبرز ثانيه كده حوالين الايكوداكت اوف سيلفس، وصلت لحته اسمها ادنجر وستيفال نيوكليا على الناحيتين، ودي تبع الاوكيولو موتور، شغلت اوكيولو موتور يمين واوكيولو موتور شمال. كمان مره الله يبارك لكم، انا سلطت الاضاءه مشيت في الاوبتيك نيرف اوبتيك كيازما، قبل ما توصل لللاترال جينيكليو بودي راحت نط على البرين ستيم في البري تكتال نيوكليس، طلع منها تو فايبرز كده لفوا حوالين الايكويداكت اوف سيلفس وراحوا يمين وراحوا شمال، شغلوا الايكويداكت اوف سيلفس على الناحيتين، فراح مشغل الاوكيولو موتور على الناحيتين، فحصل كونستريكشن في العينتين، وده بيفسر حاجه، مش انا سلطت الاضاءه هنا، لما سلطت الاضاءه هنا حصل مايوزس في الايه؟ في العينتين، وده الباث واي بتاعنا. ركزوا في الحته دي، لف حوالين الايكويداكت اوف سيلفس عشان نحتاجها كمان شويه. الاكوموديشن اكوموديشن اكوموديشن ايه اللي حصل؟ بالقلم الازرق ها بص على الحاجه، فبص على الحاجه اوبتيك نيرف اوبتيك تراكت لغايه اللاترال جينيكليو بودي، وطلعت منه حاجه اسمها اوبتيك راديشن لغايه الانترنال كبسول ومنها الى السيريبرال كورتكس، لغايه هنا اريا ورا 18 و19، راحت طالعه منها فايبرز يمين وفايبرز شمال، لفت على واسع راحت للايدنجر وستيفال اللي هي الاوكيولو موتور نيوكلياي، واشتغل برضو اشتغل برضو نفس الاوكيولو موتور. لاحظوا حاجه، الباثوي هنا وصل لغايه السيريبرال كورتكس، وطلعت فايبرز لفت من بره عشان تشغل الاوكيولو موتور،
وبعدين راح اترد الاشاره عن طريق الاوكيلوموتر على الناحيتين. يا اولاد مش انا قلت لكم رايح في اثنين وراجع في ثلاثه؟ يبقى رايح في اثنين وراجع في ثلاثه، رايح في اثنين وراجع في ثلاثه. بما انه رايح في اثنين وراجع في ثلاثه، في هذه الحاله حصل معانا هذا الريفلكس الجميل اللي هو اسمه لايت واكوموديشن. يا رب تلاحظوا الحته اللي جايه دي ظريفه جدا. ما راي حضراتكم لو كان عندي هنا، عندي هنا ليجن حوالين الاكويدكت اوف سيلفس. بص بيري اكويدكتال ليجن، بيري حوله اكويدكتال، اكويدكت اوف سيلفس ليجن، راح مدمر الفايبرز الحمراء بتاعه الاكوموديشن، وساب الفايبرز اللي ماشي سوري بتاع اللايت، راح مدمر الفايبرز الحمراء بتاعه اللايت، وراح سايب الفايبرز الزرقاء بتاعه الاكوموديشن. هذا المريض اللي عنده ليجن في هذا المكان فقد اللايت ريفلكس، بس الاكوموديشن ريفلكس عنده موجود، لان الليجن في الحته المزنوقه دي في المكان ده في الجزء ده، لما يكون الليجن في الحته دي يا اولاد بيضيع اللايت ويسيب الاكوموديشن، وده يعمل حاجه اسمها الشاطر بيقول معايا ارجايل روبرتسون بيوبل. يبقى الارجايل روبرتسون بيوبل هي البيوبل التي تستجيب للاكوموديشن ولا تستجيب لللايت. عارفين هنحفظها ازاي؟ ارجايل اولها ايه، حط الايه في دايره، اكوموديشن اولها ايه، حط الايه في دايره، حط دايرتين مع بعض، يبقى الارجايل اكوموديشن، ارجايل ايه اكوموديشن ايه، يبقى الارجايل معاها اكوموديشن، يبقى اللي مش موجود هو مين؟ هو اللايت. طب ايه اللي يعمل ليجن في هذا المكان يا اولاد؟ اللي يعمل ليجن في الحته دي ممكن يكون مثلا عندي ميد لاين تيومر، يكون كان زمان في حاجه اسمها نيوروسيفلس، دايابيتس يعمل كده، انكيفالايتس، ام اس ممكن يعمل كده، يعني اي مرض بيجي في المنطقه اللي في النص ممكن يضيع لنا اللايت ويسيب الاكوموديشن. وهنا يحضرني بيت من الشعر. كان في شاعر مغمور بيقول: لا الضوء ضيقها ولا حدقها، وقرب وجه الحبيب ادقها. كلام يصب على امثالكم فين؟ لا الضوء ضيقها ولا حدقها، يعني الاضاءه ما بتعملوش حاجه، وقرب قرب قرب اللي هو نير فيجن، قرب وجه الحبيب ادقها، يعني عمل لها الريفلكس الاكوموديشن. يبقى دوت اسمه، يبقى دوت اسمه ارجايل روبرتسون بيوبل. طبعا ده يمكن السؤال اللي يتسال هنا دوت كده كل ما يتعلق بمين، بهذا الاوبتيك نيرف. 3 و4 و6 اوكيولو كرانيال نيرفس، 3 اسمه اوكيولو موتور، 4 اسمه تروكلير، 6 اسمه ابيوسنت، دول اللي مسؤولين عن حركه العين الخارجيه. تعال نشوف كده العين بتتغذى ازاي. لو دي النوز اهي، وادي العين، دي البيوبل، في عضله بتطلع العين لفوق اسمها سوبيريور ريكتس، وعضله اكيد بتنزلها لتحت انفيريور ريكتس، وعضله لجوه اسمها ميديال ريكتس، وعضله لبره اسمها لاترال ريكتس. حتى لاترال ريكتس دي اسمها ال ار 6، ال ار 6 لاترال ريكتس بتغذى بالابيوسنت. في عضله يا اولاد بتزق العين كده لجوه وتحت اسمها اس او 4، اسمها سوبير اوبليك 4 عشان دي بتتغذى بالتروكلير. وفي انفير اوبليك مش مهمه قوي. في عضلتين بيرفعوا الجفن لفوق، عضله اسمها ليفيتور بالبيبلر سوبيريورس، ودي عليها تقريبا 70% من الاكشن، وبتتغذى بالاوكيولو موتور اللي هو شايل بارا سمباثيك فايبرز. بتساعدها عضله ثانيه اسمها مولرز ماسل، عليها 30% من الاكشن، وبتتغذى بالسمباثيك. انا هقول كلمه سهله قوي هتريحكم، كل عضلات العين دي بتتغذى بثلاثه بالاوكيولو موتور ما عدا ثلاثه، ما عدا اس او 4 وال ار 6 ومولرز ماسل اللي هي بتتغذى عن طريق السمباثيك. يبقى كل عضلات العين بتتغذى بثلاثه ما عدا ثلاثه. اللي عايز اقوله ايه؟ العين ثابته او بتتحرك عن طريق العضلات دي عشان الثلاثه كرينيال نيرف السلام. لو حصل مشكله يا اولاد في واحد ولا اثنين ولا في الثلاثه يبدا يحصل مشاكل. يعني مثلا اقول لكم حاجه مثلا يعني سهله قوي، الابيوسنت ده اللي هو رقم 6، انتوا عارفين رقم 6 ده اللي هو الابيوسنت نيرف، عارفين لقبه ايه ولا لا؟ يعني العرف بتاع دكاتره النيورولوجي يسموا الابيوسنت ايه؟ طويل وهايف. طويل هو اكتر واحد بيمشي انترا كرينيالي، هايف هو ارفع كرينيال نيرف. طب لما يكون كرينيال نيرف عمال يلف كتير ويطلع وينزل ويطلع وينزل ويفط وينط والكلام ده، وفي نفس الوقت برضو
وفي نفس الوقت هو رفيع جدا، فاي تيومر اي انفلاميشن اي تروما اي خبطه اي حاجه تلطش في هذا الابديوسنت، لو هذا الابديوسنت اتضرب يبقى العين العضله اللي بشدها كده لبره مش شغاله، فالعين تدخل لجوه يحصل له حاجه اسمها كونفرجنس كوينت. والعكس على فكره، لو الاوكيولو موتور اتضرب يبقى الميديا ريكتس مش شغاله، فالابديوسنت هياخد لبره اللاترال ريكتس، يبقى في دايفرجنت سكوينت. لو الاوكيولو موتور اتضرب غير السكوينت 70% من رفعه الجفن هيبدا ينزل لتحت. لو السمباثاتيك اتضرب يا اولاد 30% يحصل شويه بارشيال توز وهكذا. اللي عايز اقوله ان لو حصل مشاكل في اي واحد من الكرينيال نيرفز دول ممكن يحصل عندي بقى مشاكل في العين. اهم ثلاث مشاكل توزس سكوينت ديبلوبيا. توزس الجفن يسقط، سكوينت هيبدا يحول، وبعدين ديبلوبيا لما يحول يعني العين دي باصه كده ودي كده فيبدا يحول، فلما يحول يا اولاد ها هيبدا يجي له دبل فيجن يحصل له ديبلوبيا. يبقى في ثلاث كلمات توزس وسكوينت وديبلوبيا. اقول لكم حاجه ظريفه برضو، لو قلنا كده كلمه ايه توزس، كلمه توزس اهي، في احتمالين لهذا التوزس، يا اما الاوكيولو موتور في مشكله ها، يا اما السمباثاتيك في مشكله. لو كانت المشكله اوكيولو موتور هيبقى كومبليت كومبليت توزس يعني، اما لو كانت سمباثاتيك هيبقى بارشيال. الاوكيولو موتور يحصل معاه سكوينت، السمباثاتيك لا. الاوكيولو موتور يحصل معاه ميدريزيس، اما السمباثاتيك هيحصل معاه سمباثاتيك ليجن، يحصل معاه مايوزس. تعالى نفهم الحته دي يا اولاد، لو جالي حد عنده توزس احتمالين، يا اما يكون التوزس ده بسبب اوكيولو موتور ليجن، ركزوا عشان الام سي كيو، يا اما يكون بسبب الاوكيولو موتور ليجن، يا اما يكون بسبب السمباثاتيك ليجن. لو كان اوكيولو موتور ليجن هيبقى كومبليت. كومبليت يعني ايه؟ تلاقي العين مقفوله تماما، ما هو 70% بقى. اما لو كان سمباثاتيك هيبقى حاجه خفيفه يسموها بارشال. لدرجه ايه يا اولاد؟ الناس اللي عندهم السمباثاتيك ده اتضرب فهو عينه نازله حاجه خفيفه، وانس ان هو رفع حواجبه خلاص التوز مش بيبان. يعني مثلا لو عنده مثلا سمباثاتيك اتضرب في الناحيه الشمال، هورنر في الناحيه الشمال، فعينه هتبقى عامله كده شويه، فهو يرفع كده. وانس ان هو رفع الحاجب خلاص مش باين حاجه. حتى وانا بفحص انا بدوس هنا عشان اوقف الاكشن بتاع الفرونتاليس. يعني لو في بارشيال توزس حاجه خفيفه ممكن الفرونتاليس تعوضها، مش بيبان. لو كان الاوكيولو موتور مضروب يحصل سكوينت، ما الاوكيولو موتور اتضرب فالعين تطلع لبره، يحصل دايفرجن سكوينت. اما لو السمباثاتيك اتضرب مش هيحصل معايا سكوينت. لو الاوكيولو موتور اتضرب يا اولاد يحصل ميدريزس. افكركم بحاجه، مش الاوكيولو موتور شايل باراسمباثاتيك؟ قولوا اه. طب مش الباراسمباثاتيك على مستوى البيوبل بتعمل كونستريكشن؟ اه. شلنا الكونستريكشن فيحصل مكانه دايلاتيشن فيحصل ميدريزس. لو اتضرب السمباثاتيك هيحصل مايوزس. تقول لي ليه؟ اقول لك اصل السمباثاتيك ده بيعمل اصلا بيوبيلاري دايلاتيشن، بيوبيلاري دايلاتيشن هو اصلا بيوسع. قوم لما يتضرب يحصل العكس، ها اللي هو يحصل ها مايوزس. وان كنت ناسي افكرك بالسمباثاتيك، هورنر سيندروم، هايسوتوزس، مايوزس، انهيدروزس، انوفثالموس والحاجات دي ها. فبالتالي دي المواصفات. دكاتره الله يبارك لكم، تاني لو جالك حد عنده توزس يا اوكيولو موتور يا سمباثاتيك، الاوكيولو موتور هيبقى كومبليت، السمباثاتيك هيبقى بارشال. الاوكيولو موتور معاه سكوينت اما السمباثاتيك معهوش سكوينت. الاوكيولو موتور معاه ميدريزس اما السمباثاتيك هيبقى معاه مايوزس. خد بالك من الفروقات دي. عندي سؤال ليكم، يا ريت نجاوب يا ولاد، تبعتوا لي كومنتات بالاجابه. جيف ريزون، بالرغم من ان مريض الاوكيولو موتور عنده سكوينت الا ان هو ما عندوش ديبلوبيا. خد بالك يا ديفيد، السؤال ده من غير فلوس، ها ماشي، من غير فلوس المره دي. يا اولاد، بالرغم من ان الاوكيولو موتور، طب ردوا يلا، عايز اجابات في الشات يلا. بالرغم من ان الاوكيولو موتور معاه شويه سكوينت، معاه سكوينت بس مش معاه اي ديبلوبيا، يلا فكروا وقولوا لي ليه واحنا بنشتغل دلوقتي. طيب ننظم نفسنا، 3 و4 و6 هنقول ايه بقى؟ 3 و4 و6، هل جفنك سقط؟ هل عينك احولت؟ هل بتشوف الحاجه اتنين؟ هل جفنك سقط؟ توزس. هل عينك احولت؟ سكوينت. هل بتشوف الحاجه اتنين علشان الدبلوبيا؟ ابدا افحص، اعمل انسبكشن، ابص هل في توزس؟ ولو في توز هو بارشال ولا كومبليت، وافرق اشوف في سكوينت دايفرجنت ولا ها كونفرجنت سكوينت. ابص على البيوبل، انتوا عارفين يا اولاد نورمال بيوبل، دي البيوبل، عارفين نورمال تبقى ايه؟ ار 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 يعني راوندد ريجولار رياكتيف.
راوندد ريجولار رياكتيف، هتبقى مدوره ها ومنتظمه. رياكتيف يعني لما اتسلط على الاضاءه تستجيب. وبص كمان اذا كان عنده نستاجمس ولا لا. نستاجمس يعني ايه؟ يعني يحصل اوسيلاتوري موفمنت اوف اي كده، تلاقي العين عماله ترقص دانسنج اي، تخليه يثبت عينه كده ويثبت عينه كده ويثبت عينه كده ويثبت عينه كده، وشوف اذا كان في نستاجمس ولا لا. بعد كده تفحص الباور. افحص الباور ازاي؟ هاجي اقف قدام العيان، وبعدين ايد الشمال دايما تثبت راسه عشان ما يقعدش يحرك راسه فوق وتحت ويمين وشمال. انا عايز اختبر العين مش الرقبه، واخليه يخبي عيني. بلعب مخبي عين، هو حاط ايده على عينه وانت مثبت راسه، وبعدين تقول له ايه بقى؟ اشارات وكلام، عينك لفوق، عينك لتحت، عينك لجوه كده الاوكيلوموتر، فوق وتحت وجوه كده اوكيلوموتر، عينك لبره ال ار 6، عينك لكتفك المعاكس تروكلير، عينك الثانيه نفس الترتيب فوق تحت جوه اوكيلوموتر بره ابيوسنت كتفك المعاكس يبقى ها تروكلير. تفحص كل عين لوحدها. لو كانت كل عين لوحدها سليمه لازم تفحص العينتين مع بعض عشان حاجه اسمها كونجوجيت اي موفمنت. يعني ايه كونجوجيت اي موفمنت؟ الحركه المصاحبه للعين، العينتين بيشتغلوا مع بعض عشان يجي لك وان فيجن مش دبل فيجن. انا عايز ابص لفوق يا اولاد، ابص كده لتحت هنزل كده، مفيش عين هتطلع والتانيه هتنزل. عايز ابص يمين هتلاقي هنا اللاترال ريكتس وهنا الميديال. طب ما هو اللاترال دي ابيوسنت ودي اوكيلوموتر والعكس، طب ايه اللي بيخلي الاثنين يشتغلوا مع بعض؟ ما هو دي اسمها كونجوجيت اي موفمنت. المسؤول عنها حاجه فوق اسمها اريا 8، واللي مسؤول عنها تحت حاجه اسمها ميديال لونجيتيودنال باندل. تعال نفهم كده ها الستوري بتاعتها، القصه بتاعتها بتبدا ازاي. بص يا ولاد، لو ده كده السيريبرال كورتكس الشمال وده السيريبرال كورتكس اليمين، انا عندي هنا اريا اسمها 8 وعندي هنا اريا اسمها 8 موجوده في الفرونتال لوب. اريا 8 اللي في الناحيه الشمال دي بتخلي عيني تبص كده، يعني تخلي العين دي تروح كده والعين دي تروح كده، هي موجوده في الشمال تخليني امشي كده والعكس طبعا. طب ازاي يعني؟ ازاي تطلع منها اشاره عن طريق فايبرز كده هنا؟ الفايبرز دي اسمها ايه بقى؟ بارا ميديان بونتاين ريتيكولار فايبرز. تروح نازله المكانين، تروح نازله وهي ماشيه كده. احنا وصلنا كده للبونز، في هنا في الميد برين هنا في رقم في 3 وهنا في 6. ما بصوا، ما انا عايز ابص كده، فانا بشغل 6 اليمين وبشغل 3 الشمال. فالبارا ميديان بونتاين فايبرز نازله كده في النص ها عشان توصل لرقم ها 6 اللي في الناحيه الثانيه كده. حلو كده يا ولاد؟ وهي نازله كده تروح بعتها فايبر صغيره. بص 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 على ايدي، شايف الليزرق ده؟ شايف عطف الليزرق ده؟ شايف الليزرق ده؟ الفايبرز الصغيره دي بتجيب الاوكيلو موتور معايا. على فكره سهله، اريا 8 الشمال اهي عايزه تتحرك عينتيني كده، فلازم اشغل الاوكيلو موتور هنا والابديوسنت هنا. طب خلاص، في فايبرز كبيره حزمه بتنزل اسمها بارا ميديان، يعني في النص تقريبا جنب الميد لاين ها، بونتاين عشان اخرها في البونز، ريتيكولار فايبرز عامله زي الياف كده شبكه شبكه، هاي بس اسمها بارا ميديان بونتاين ريتيكولار فايبرز، واصله لغايه ابديوسن عشان تزقه كده. بس ما ينفعش يتزق ده لوحده، لازم اجيب معاه الاوكيلو موتور. تروح بعت خط ازرق هنا، الخط الازرق اللي بيجيب الاوكيلو موتور ده اسمه ميديال لونجيتيودنال باندل. ميديال لونجيتيودنال باندل اصبح المنظر بتاع العينتين ازاي؟ ها العين دي راحت كده ودي جت كده، وده طبيعي جدا. السؤال لحضراتكم، ما رايكم لو جالي ليجن وراح ضارب الميديال لونجيتيودنال باندل وانت قلت له بص كده، هتلاقي العين دي راحت كده عادي ودي فضلت زي ما هي ما اتحركتش، هتلاقي العين دي راحت كده ودي فضلت باصه قدام كده زي ما هي، فاهمني ولا لا؟ وفي هذه الحاله اصبحت الميديال لونجيتيودنال باندل هي اللي فيها الليجن. المرض ده يا اولاد اسمه ايه؟ اوفثالموبليجيا انتر نيوكليارزم. اوفثالموبليجيا مشكله في العين، انتر بين نيوكليارزم نيوكلياي. هل انا عندي مشكله في الاوكيولوموتور شخصيا او في الابدوسن شخصيا؟ لا. هل انا عندي مشكله في النيرفات اللي طالعه منهم او النيوكلياي؟ لا، انا مشكلتي فيما بين النيوكلياي. الله يبارك لكم، ركزوا معايا. انا جالي عيان فحصت العين دي لوحدها فوق وتحت وجوه وبره وكتفك شغاله، ودي لوحدها فوق تحت وجوه وبره شغاله، دي شغاله لوحدها ودي شغاله لوحدها. تقول طب العينتين مع بعض الفوق والتحت ويمين وشمال، المفروض الاثنين يشتغلوا مع بعض. لقيتهم لا مش عارفين يشتغلوا مع بعض، مع ان من شويه كانت كل عين لوحدها شغاله. بما ان كل عين لوحدها كانت شغاله يبقى كل العضلات سليمه وكل النيرفات سليمه. طب مش عارفين يشتغلوا مع بعض يبقى الخلل في الميديال.
لونجيتيودنال باند اللي يبقى اسمها اوفثالموبليجيا انتر نيوكلياريس او انتر نيوكليار اوفثالموبليجيا، وده المرض الاساسي اللي معانا. الانتر نيوكليار اوفثالموبليجيا يحصل مع الام اس، يحصل مع المالتيبل سكلروز، واقول لكم سر في النيورولوجي. اي حاجه تيجي في العين واعصابها ويقول لك السبب ايه، قول له ام اس. الام اس بيعشق العين والاعصاب بتاعتها، يعشق الميديا لونجيتيودنال باندل، ويحصل الظاهره دي اللي هي اسمها اوفثالموبليجيا انتر نيوكلياريز. يا رب يكون الكلام ها بتاعنا واضح، اتفهمت ولا ايه؟ يبقى ده مرض اسمه اوفثالموبليجيا انتر نيوكلياريز. عشان كده انا بفحص كل عين لوحدها، ثم بعد كده بفحص ها العينتين مع بعض. المفروض ان العينتين يتحركوا مع بعض، لو ما اتحركوش مع بعض يبقى انا عندي خلل في الميديا لونجيتيودنال باندل، وقلنا اسم الحاله اوفثالموبليجيا انتر نيوكلياريز. لازم اعمل اللايت والاكوموديشن، وهم رايحين في 2 وراجعين في 3. اللايت والاكوموديشن رايحين في 2 راجعين في 3. لو طلب منك في الامتحان افحص الاوبتيك تعمل لايت واكوموديشن، قال لك افحص الاوكيولو موتور تعمل لايت واكوموديشن. ساعات يجي الدكتور في الامتحان يقول لك افحص الابديوسنت، مش قصه يعني، ثبت راسه، خبي عين، بص كده، ثبت، بص كده، بص كده مره وكده مرة. بس خلاص ده الابديوسنت. قال لك افحص التروكلير، خبي عين، ثبت راسه، بص كده الناحيه الثانيه، بص بص كده الكتف المعاكس، الشمال هي بص كده واليمين هي بص كده، بالراحه ماشي كده يا ولاد. يبقى لما يقول لك افحصهم كلهم على بعض خلاص بقى، لكن لما يقول لك واحد لوحده يبقى لابد انك تفحصه لوحده. ده الحوار بتاع 3 و4 و6، درجه اهميتهم هم متوسطي الاهميه. يلا خد نفس عميق كده، هنعمل انترودكشن صغيره قبل ما ندخل على رقم 5 المهم. لو سالت حضراتكم يا ولاد، هو ليه بق سعادتك في النص؟ وليه المندبل في النص؟ وليه اللسان في النص؟ وليه لو فتحت بقك كده في المرايه وقلت اه تلاقي اليوفلا بتتحرك في النص؟ ليه كل الاستراكشرز دي موجوده في النص؟ الاجابه لان في عضلات موجوده في الناحيه اليمين وعضلات موجوده في الناحيه الشمال، والعضلات اللي هنا متساويه في القوه مع العضلات اللي هنا، عشان كده الاستراكشرز دي كلها نازله في الايه؟ نازله في المنتصف. طيب اشمعنى الماوث بيروح للناحيه السليمه؟ وبعدين يقول لك ده اللسان بيشاور على الناحيه العيانه. اشمعنى اليوفلا تروح للناحيه السليمه لكن المندبل يروح للناحيه العيانه؟ ده السؤال اللي عايزين نقوله يا اولاد. عايز بس اوضح لكم حاجه، العضلات اللي موجوده هنا ها على نوعين. في عضلات اسمها عضلات شداده، وفي عضلات اسمها عضلات زقاقه. في حاجه اسمها بولينج ماسلز، في حاجه اسمها بوشنج ماسلز. البولينج ماسلز العضلات الشداده اثنين، ريتراكتور انجيولاي، ودي بتتغذى بسبعه، واليوفيلا عضله اليوفيلا ودي بتتغذى بالبلبر 9 و10 و11. نقف كده واقفه ونفهم الحته دي، الله يبارك لكم. بص يا ولاد، الماوس في النص اهو، في عضله بتشد كده وعضله بتشد كده، بص كده، عشان كده المندول موجود فين؟ في النص. عضله بتشد كده وعضله بتشد كده، عشان كده هو في النص اهو. ها هنا في فيشيا اليمين وهنا في فيشيا الشمال. ايه رايك لو الفيشيا اليمين اتضرب؟ هتلاقي الماوس راح ازاي؟ الناحيه الشمال. يبقى حصل له ديفيشن تو هيلث سايد. يبقى دي الناحيه المصابه. فبما ان الناحيه دي اتشلت مش شغاله عشان هي شداده، اتشد للناحيه الثانيه. اتفهمت ولا لا؟ وعلى فكره دي مهمه جدا، هقول لكم حاجه ظريفه قوي 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 قوي. واحد البيراميدال بتاعه الشمال اتضرب، فحصل له هيميبليجيا في الناحيه اليمين. لما حصل له هيميبليجيا في الناحيه اليمين اتضرب الفيشيال في الناحيه اليمين، راح الماوس رايح على الناحيه الشمال. يبقى الشلل في الناحيه اليمين بس الهيميبليجيا في الناحيه، بس الفيشيال في الناحيه الايه؟ الهيميبليجيا في الناحيه اليمين بس يا اولاد. ها الفيشيال حاود للناحيه الناحيه ها السليمه، يبقى الماوس بيروح للناحيه السليمه. وعلى فكره دي بتعمل مشكله للناس اللي بيمثلوا هيميبليجيا. يعني مثلا ليله امتحان الكيمياء تيجي بنت كده في الثانويه تدخل عليك في المستشفى وانت طوارئ بقى وقاعد زهقان اصلا وقرفان، وهي جايه تقول لك انا اتشليت، انا اتشليت، مش عارف احرك الناحيه اليمين، انا جالي شلل، انا عندي شلل نصفي، انا مش عارف احرك جنب اليمين كله. هي الفكره ايه؟ ولازم على فكره يبقى الناحيه اليمين عشان ما تعرفش تكتب، يعني عشان ما تروحش الامتحان. هي مش مذاكره، مش عايز تروح، هي ما عندهاش حاجه اصلا. ها واخد بالك؟ تقول لها ايه بس على فكره؟ لو انت اتشليتي اي حد بيتشل بقه بيحود، تروح عامله كده. اهو هو يحاول اهو. ها هي حاولته للناحيه اللي هي ولاد. للناحيه المشلوله دي تديها قلمين وتمشيها. فاهمني ولا لا؟ اللي عنده هيميبليجيا في الناحيه اليمين
هيبقى الماوس ديفيتد للناحيه الشمال، لان العضله دي عضله ايه؟ عضله شداده، العضله دي عضله شداده، عشان كده الماوس هيروح للناحيه السليمه. نفس الكلام على اليوفيلا، ازاي؟ اليوفيلا اهي في النص، في عضله بتشدها كده وفي عضله بتشدها كده. دي بتتغذى ببلبر ودي بتتغذى ببلبر. لو البلبر ده اتضرب، البلبر اليمين اتضرب، فالشمال هياخد من ناحيته. إذا كانت العضلة شدادة وحصل يونيلاترال ليجن، فهذا الاستراكشر هيروح للناحية السليمة، عشان الناحية السليمة هي اللي هتاخده ناحيتها. طيب نيجي للعضلات الزائقة، العضلات الزائقة اتنين. واحد اللي هي مانديبولار ماسل اللي هي التريجويد، بتتغذى برقم 5 اللي هو الترايجمنال. اتنين عضلة اللسان اللي هي بتتغذى ب 12. تعال نفهم الحتة دي. الفك المندبول، بص يا دكتور، في عضله اسمها تريجويد موجوده كده وعضله ثانيه موجوده كده، والمندبول اهو في النص كده، بص كده في النص، دي بالزق دي بالزق، فهو كده في النص في المنتصف، في ترايجمنال هنا وفي ترايجمنال هنا، ترايجمنال اليمين اتضرب، المندبول جه للناحيه اليمين، يبقى جه للناحيه الايه؟ العيانه. ما هو دي العيانه، ما انا بزق كده وبزق كده، هنا في ترايجمنال وهنا في ترايجمنال، ده اتضرب فهتلاقي جت كده، يبقى جه على الناحيه المصابه. الكلام ده يا اولاد اوضح مكان ليه في اللسان، ازاي؟ ادي اللسان اهو، وادي النص اهو، في عضله عماله تزق كده، عضله بتزق كده، عضله بتزق كده، ده بيتغذى ب 12 وده بيتغذى ب 12. 12 ده اتضرب، هتلاقي اللسان راح على الناحيه، بص عليا بص عليا اهو، اللسان طالع في النص، ده بيزق كده بيزق كده كده وكده، الهايبوجلوسال هنا اتضرب، ده اتضرب ده اتضرب، يبقى اللسان هيروح للناحيه الايه؟ العيانه. اللسان بيروح للناحيه الايه؟ العيانه، عشان العضله بتاعته عضله زقاقه. على فكره الفك واللسان بيروح للناحيه العيانه، الفك واللسان بيروح للناحيه العيانه، لان العضله بتاعتهم زقاقه، ومن هنا جاءت المقوله الشهيره جدا فكسان عيان. يعني ايه فكسان عيان؟ يعني فك ولسان بيروح للناحيه العيانه، اي حاجه بعد كده بتروح للناحيه السليمه. اللي فاهم فاهم، اللي ما فهمش يحفظ الكلمتين دول. الفك واللسان هيروح للناحيه العيانه، اي حاجه ثانيه هتروح للناحيه السليمه. ندخل على الترايجمنال نيرف، درجه اهميته مهمه. يعني ثاني كرينيال نيرف مهم بعد الفيشل هو الترايجمنال. تصنيفه موتور ولا سنسوري؟ الاثنين. هو ميكسد كرينيال نيرف، لماذا هو ميكسد؟ لانه موتور وسنسوري. موتور فور ماسلز اوف ماستيكيشن. ها دي اسمها، حط ايدك كده هنا، تمبوراليز. هنا في ماسيتر. هنا يا اولاد في تريجويدز. هو بيغذي التمبوراليس والماسيتر والتريجويس اللي هي عضلات الايه؟ عضلات المضغ الماستيكيشن. كمان بيشيل احساس من الوش عن طريق اوفثالميك ماكسيلري مانديبولر، الا الحته دي. الحته دي السكين اوفرلاينج انجل اوف ماندبول، دي بتتشال عن طريق سيرفيكال 2 سي 2. يبقى الترتيب بتاعنا اوفثالميك ماكسيلري مانديبولر، هنا في مين؟ سي 2. اوفثالميك ماكسيلري مانديبولر، وهنا في عندنا سي 2. عايز اقول ايه؟ عايز اسال عن الموتور والسنسوري، وافحص الموتور والسنسوري ونعمل ريفلكسات ونتكل على الله. نسال عن الموتور نقول ايه؟ ها نقول له ايه؟ كموتور سيستم يعني. ها نقول له عندك مشاكل في المضغ. طيب كسنسوري نقول له في الم، شكشكه، تنميل في وشك، الاحساس في وشك قل او اختفى. انا بسال كايه يا اولاد؟ ها بسال كاريتيشن ثم ديستراكشن. اجي افحص موتور باي انسبكشن، ابص ممكن الاقي ويستنج فوق وتحت الزيجوما، هولنس، تجويف. لو حصل يا ولاد ان عندي هنا في ويستنج هنا او هنا، ده ايفيدنس اوف لور موتور نيرون ليجن. اهم حاجه بدخل على العيان وبحط ايدي هنا كده واقول له جز على اسنانك ماستيكيشن يعني، واحس التمبوراليس، وامسك الماسيتر اهو، امسك الماسيتر، التريجويتس اقول له افتح بقك، بص بيزق ازاي اهو، زق شمال دي كده بالتريجويد اليمين، زق يمين بالتريجويد الشمال، ما تهوش مني. هعمل انسبكشن اشوف اذا كان في هولنس اباف اور بلو زيجوما. طبعا اللي قاعد بيسمعني من غير ما يكون فاتح الكتاب قدامه ويبص عليه تبقى خيبه بجد، انت مش بتتفرج على فيلم حضرتك، احنا بنزق كانك قاعد في محاضره، يبقى الكتاب قدامك وبتعلم وبتشوف الكلام ده. لا والله والله ما فيلم يا دكتور، احنا في محاضره، اقسم بالله في محاضره. هحط ايدك كده، جز على اسنانك، تمبوراليس، يلا ماسيتر كده، ها تريجويد افتح بقك كده، الاثنين زق شمال، ده الترجويد اليمين، زق يمين بالترجويد الشمال. افرضوا يا ريت نركز، قلت الواحد افتح بقك، جه يفتح بقه كده لقيت الفك حود لناحيه، تبقى دي الناحيه السليمه ولا المصابه؟ الفك يبقى دي الناحيه المصابه،
مش فكسان عيان، مش العضله زقاقه. لو راح لناحيه يبقى دي الناحيه المصابه. طيب لو راح يا اولاد الناحيه المصابه، ده تصنيفه كده ابر موتور ولا لور موتور؟ مش هو لو راح الناحيه المصابه يبقى انا عندي يونيلاترال ليجن، يبقى دي الناحيه المصابه، وده معناها ان ده لور موتور نيرون ليجن. ما ينفعش اصلا يبقى ابر موتور نيرون ليجن يونيلاترال في الترايجنال، ما هو الترايجنال بياخد من البرامدر على الناحيتين يقفص انت وهو وهي. فهمتوني ولا لا؟ افتح بقى لقيت الفكه حواد ناحيه، يبقى دي الناحيه المصابه، وده معناها لور موتور نيرون ليجن. ما ينفعش انطق كلمه ابر موتور نيرون ليجن هنا، لان الحمد لله الحمد لله يا اولاد ها الترايجنال ده بياخد من البرامدر على الناحيتين، بياخد من البرامدل ده ومن البرامدل ده. لكن لو ضربت النيوكليس او النيرف ده اسمه لور موتور، ووارد يتضرب في ناحيه، لو ضرب في ناحيه يبقى الفك راح للناحيه الايه؟ للناحيه المصابه. طب قلت لواحد افتح بقك، ما عرفش. قلت له طب زق كده مش قادر، طب زق شمال مش قادر، زق يمين مش قادر. يبقى عنده بايلاترال ليجن. وهذا البايلاترال ليجن ليه احتمالين، يا اما يكون بايلاترال ابر موتور يا اما يكون بايلاترال لور موتور. لو كان بايلاترال ابر موتور او لور موتور افرق ازاي بينهم؟ لا استطيع التفرقه بينهما الا عن طريق الجدول اللي خدناه في اول يوم في النيورولوجي اللي كان بيفرق الابر موتور من اللور موتور نيوروليجن. هسيب الجدول ده كله واخد نقطه واحده بس، النقطه الواحده دي بس اسمها باثولوجيكال ريفلكس. والباثولوجيكال ريفلكس يا اولاد اللي موجود هنا اسمه جو ريفلكس. الجو ريفلكس بعمله ازاي؟ بقول له افتح بقك نص فتحه اهو، حط صباعي هنا كده واجي اضرب كده. بص يا دكتور عليا، لو قعدت تخبط عن 3 سنين مش هيحصل حاجه. بص بص، لو جيت تخبط بقى قفل بقه، ده اسمه بوزيتيف جو ريفلكس. عارف دي معناها ايه؟ ان الحاله بايلاترال ابر موتور نيرون ليجن والليفل اباف البونز. الله يبارك لكم، ركزوا. لو قلت لواحد افتح بقك ما قدرش، زق يمين ما قدرش، زق شمال ما قدرش، يبقى عنده بايلاترال تراجمنال، يا بايلاترال ابر موتور يا بايلاترال لور موتور. اعمل الجو ريفلكس، ده تصنيفه باثولوجيكال ريفلكس. السنتر بتاعه ملاكي 5، رايح في 5 وراجع في 5، افرند 5 وافرند 5، والنيوكليس بتاعت 5، هو بيعتمد على 5 على الترايجيمنال. لو لقيت الباثولوجيكال ريفلكس ده موجود يبقى اكيد انا عندي ابر موتور، اكيد في ابر موتور فوقي مش الباثولوجيكال. مش احنا قلنا في الاول خالص ان الباثولوجيكال ريفلكس من علامات الابر موتور مستحيل يحصل في اللور؟ لو ما ادكش باثولوجيكال ريفلكس يبقى دوت لور موتور. طيب يا دكتور الباثولوجيكال ريفلكس معناه ان الحاله بتاعتي بايلاتر ابر موتور نيرون ليجن والليفل اباف البونز. بص يا دكتور، اول نيوكلياي طالعه من البونز بتاعت الترايجنال. لما يكون عندي ابر موتور يعني انا ضربت البرامدل للابر موتور فوقيها ولا تحتيها؟ اكيد يعني فوقيها عشان تبقى انفولفد معانا، يبقى انا ضربت فوق المستوى ده. طب ما هو فوق المستوى ده يبقى انا فوق البونز، يبقى ده ليفلنج ريفلكس. واحنا نعشق في الطب حاجه اسمها ليفلنج ريفلكس، ودي تاني مره اقول لكم ليفلنج ريفلكس. قلت لكم قبل كده ابدومينال ريفلكس، وادي جو ريفلكس، فاضل واحد اسمه انفيرتد سوباينيتور ريفلكس. الليفلنج ريفلكسز في النيورولوجي كله 3، ابدومينال ريفلكس ها وجو ريفلكس، وادي وان شاء الله جو ريفلكس، وهنقول حاجه بعد كده اسمها انفيرتد سوباينيتور ريفلكس. دول اسمهم ليفلنج ريفلكسز ان نيورولوجي. انت استفدت ايه لما جالك واحد عنده جو ريفلكس؟ استفدت ان الحاله بايلاترال ابر موتور نيرون ليجن والليفل اباف البونز. ابر موتور لان الباثولوجيكال لا يظهر الا مع الابر موتور. بايلاترال اصل اليونيلاترال مش هيعمل حاجه، ما هو بايلاترال سبلايد باي برامدل. فوق البونص عشان اول نيوكلياي طالعه من البونص بتاعت 5 فلازم اكون فوقيها. وعلى فكره الله العظيم يا دكتور انت من المحظوظين والسعداء لو دخلت في الامتحان على حاله عندها جو ريفلكس بوزيتيف. عارف لو انت دخلت على حاله ولقيتها جو ريفلكس بوزيتيف والدكتور قال لك حالتك ايه؟ وير ذا ليجن؟ تحط ايدك في جيبك زي كده، هات جيب يا عاطف، تحط ايدك في جيبك تقول له ايه؟ على فكره انا حالتي بايلاترال ابر موتور نيرون ليجن والليفل اباف البونز، خد العيان اعمل له سي تي ولا ام ار اي وتعالى لي تاني وهتلاقي كلامي صح. عارف الدكتور هيعمل ايه؟ هيوطي على ايدك يبوسها. اصل انت ايدك تتلف في حرير، ده انت بحركه واحده، حركه انت بحركه واحده عملت له حاجه واحده، رحت قايل له ان الحاله فيها ها بايلاترال وابر موتور نيرون ليجن والليفل اباف البونز. طب عشان الحته الحلوه دي بقى دخلت على واحد، فانا بصيت على التيموراليس والماسيتر، شفت اذا كان في هولنس ولا لا. بعد كده حطيت ايدي، جز على اسنانك، جز على اسنانك، زق زق يمين زق شمال، اشتغل زي الفل. طب لو قلت له افتح بقك لقيته حول لناحيه، يبقى دي الناحيه المصابه والحاله لور موتور. افتح بقك مش قادر، زق يمين مش قادر، زق شمال مش قادر، يبقى انا عندي بايلاترال ليجن. هذا البايلاترال ليجن ليه احتمالين، يا بايلاترال ابر يا بايلاترال لور. جو ريفلكس مش موجود، بايلاترال لور. جو ريفلكس موجود، بايلاترال ابر موتور نيرون ليجن، والليفل بتاعنا اباف البونز. هذا الجو ريفلكس عظيم ومهم وليفلنج ريفلكس.
في ريفلكس مش مهم قوي اسمه كورنيال او كونجكتيفال ريفلكس. هات كده تيشو المنديل ده. بص يا اولاد الكورنيال ريفلكس ده او الكونجكتيفال ريفلكس ده رايح في خمسه وراجع في سبعتين. بنجيب منديل كده او قطنه وبعدين نبرمها بالمنظر ده يا اولاد بالشكل ده كده. بس ركزوا على فكره ده حاجه تفاريح يعني مش حاجه صعبه، حاجه سهله، حاجه ذكاء. وبعدين اروح جاي كده اخلي عين ايه ابرمها كده بالمنظر ده واخلي عيني بص مثلا الناحيه دي، انا باصص كده الناحيه دي وتيجي انت من جنبه هنا تروح لامس الكورنيا بتاعته كده، بص تلمسها كده يروح مرمش. انت لما لمست هنا شغلت خمسه راحت الاشاره في خمسه بس هو رمش بالعينتين فرجع في سبعتين تاني اهو. بص كده انا لمست هنا فرمش في الناحيتين، حتى بص انا بصيت كده رمش في الناحيتين، يبقى هو رايح في خمسه وراجع في ايه؟ في سبعتين. لا مش سبعه، سبعتين. تعال نلعب بطنه مع بعض، يلا العبوا معايا نيورولوجي شويه، انا هديكم فرصه تتكلموا يلا. انا جيت عملت الواحد كده. يبقى سبعه شمال مش شغال، مش هو اداني استجابه يمين يبقى خمسه شغال وسبعه يمين شغال. طب بص دي بص دي. سبعه يمين، ما مشكلتي في سبعه يمين. يعني لو ناحية واحدة ما اشتغلتش يبقى سبعة هو اللي بايظ فيها. طب بصوا دي بصوا دي بصوا دي بصوا دي. ما ادانيش حاجة، يبقى يا خمسة يا سبعتين. خمسة يمين. شاطر يا عاطف. يا خمستين يا سبعتين والله أعلم. ده اسمه كورنيال ريفلكس أو كونجكتيفال ريفلكس، طبعا مش من الحاجات المهمة قوي لكن تبقى عارفه. في واحد اسمه بلاتا ريفلكس هنقوله إن شاء الله مع الجاج ريفلكس بعدين. سنسوري بارت اوف تريجمنت. سنسوري بارت بجيب التوز بيك خلي السنان بتاعتي وبعدين اعلم العين اقول له دي شكه غمض عينيك وبعدين اعمل ايه؟ اقول له حاسس هنا زي هنا، حاسس هنا زي هنا، هنا زي هنا، يعني ايه؟ اوفثالميك اوفثالميك، ماكزيلري ماكزيلري، مانديبلر مانديبلر. بعد كده اقارن الناحيه مع نفسها مع سي 2 هنا زي هنا زي هنا زي هنا هنا زي هنا زي هنا زي هنا. انا عملت ايه؟ قارنت الناحيتين ببعض. لو فرضا مثلا انا علام اهو فانت بتقول لي غمض عينيك عشان ما اشوفش، حاسس هنا زي هنا اقول لك حاسس يمين بس، هنا زي هنا اقول لك يمين بس، هنا زي هنا اقول لك يمين بس. فانت تقول لي علام عنده مشكله في الترايجمنال الشمال ولا عنده مشكله في الجسم كله؟ اقول لك تعال نشوف، نمسك الناحيه الشمال هنا زي هنا زي هنا زي هنا. لا لا انا حسيت هنا بس يا اولاد، انا حسيت في الحته دي بس، يبقى انا عندي مشكله في الترايجمنال ده. طيب في طريقه ثانيه هنا زي هنا زي هنا زي هنا، لا انا ما حسيتش اي حاجه خالص، يبقى انا مشكلتي سوماتيك في الجسم كله. يبقى سي 2 تمثل السوماتيك سنسيشن. لو العيان ما حسش في الحته بتاعت الترايجمنال وحس فيها يبقى مشكلته ترايجمنال، ما حسش فيهم كلهم يبقى المشكله عامه في الجسم كله. بعد كده اعمل ايه؟ الناحيه المصابه دي حاجه اضافيه اللي عايز يعملها. اقارن سنترال مع بريفرال واب مع داون ببساطه كده يا اولاد. الاحساس بتاع البين والتمبريتشر بيدخل في حته اسمها مظله اوبلونجات اسمها سباينال نيوكليس كده وبيعمل ريلي فيها. بس البرزنتيشن غريب شويه، اللي فوق تحت واللي تحت فوق واللي جوه بره واللي بره جوه. يعني كل حاجه بتمشي عكس عكاس، تقول لي يعني ايه؟ يعني مثلا لما اجي على واحد واقول له إيه؟ انت حاسس هنا زي هنا؟ يقول لي مش حاسس بره، يبقى المشكله في النيوكلس جوه. لا انا مش حاسس جوه، يبقى المشكله في النيوكلس بره. حاسس فوق زي تحت؟ لا انا مش حاسس تحت، يبقى المشكله في النيوكلس فوق. لا انا مش حاسس فوق، يبقى المشكله في النيوكلس. ها تحت، يبقى ناخد بالنا عشان نحدد المشكله فين او المكان فين. يبقى انا بعمل ثلاث خطوات، يمين شمال يمين شمال يمين شمال، يمين 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 مع سي 2، شمال 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 مع سي 2. بعد كده سنترال بريفرال اب داون، سنترال بريفرال اب داون، ده فحص السنسيشن بتاع الترايجمنال. ده الجزء الاول في الفقره بتاعت الكرينيال نيرفس. هنكمل الجزء الثاني فيشيال وباقي الكرينيال نيرفس ان شاء الله المره اللي جايه. توحشونا، نشوفكم على خير. اللي عنده اي اسئله يكتب لي كومنتات او يتصل بيا على الواتس تحت امركم في اي وقت. يلا نستودعكم الله، السلام عليكم.